بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن زيارتنا لمدينة أشق أباد بتركمانستان لم تكن هي الأولى، هي المرة الثانية بعد الزيارة الأولى في شهر مايو أثر دعوة جاءتنا من تلفزيون التركمانستاني والإخوان في الاتحاد التركمانستاني للصحافة الرياضية من أجل حضور حفل تدشين العد التنازلي لاستضافة أشق أباد لدورة الألعاب الآسيوية. أقام الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية يوم الصحافة الرياضية الآسيوية الأول في مدينة عشق أباد عاصمة دولة تركمانستان، وهذا الحدث كان مبادرة من رئيس الاتحاد الحالي البحريني محمد قاسم، وذلك لتقدير رؤساء السابقين للاتحاد الآسيوي والإعلاميين الرياضيين في آسيا، وهو ما لم يكن موجودا من قبل. هذه الفكرة كانت قد أطلقت قبل عامين في باريس خلال اجتماع كونغرس الاتحاد الدولي، وتم إقامة اجتماع الاتحاد الآسيوي اللي هو الاجتماع الفرعي للاتحادات القارية، وطرحت من قبل الرئيس السابق، ولكن لم يتمكن الاتحاد الآسيوي في مجلسه السابق من تنفيذ هذه الفكرة. كنت أول من تبنى هذه الفكرة بعد انتخابي رئيسا للاتحاد، وسعيت من أجل تنظيم هذا الحدث لأني على ثقة بأن إقامة مثل هذا الحدث من خلال تقدير الإعلاميين ورواد الصحافة الرياضية الآسيوية وإقامة هذا الحفل في نسخته الأولى سيكون له صدى كبير. ويعني شاركني الرأي في إخواني أعضاء اللجنة التنفيذية، وتم ولله الحمد الاتفاق على اختيار مدينة عشق أباد التركمانستانية لإقامة هذا الحدث. ومثل ما يمكن شاهد الجميع بأن الحدث يعني كان تحت رعاية الرئيس التركماني والذي أناب نائب الرئيس لحضور الحفل وتكريم الإعلاميين في احتفالية تاريخية، يعني أنا أعتقد في وجهة نظري هي البداية الحقيقية لانطلاق العمل الصحيح للاتحاد الآسيوي. كانت هذه الاحتفالية التي سميت بيوم الصحافة الرياضية الآسيوية الأول قد كرمت العديد من رموز الإعلام العربي والآسيوي، وهذا ما أثلج صدر المكرمين البعيدين عن الساحة الصحفية والإعلامية، خاصة أنهم لم يكرموا من قبل سواء في ظل وجودهم داخل الاتحاد الآسيوي أو خارجه، وهذا ما يحسب للجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية ورئيسها محمد قاسم.
حقيقة الأمر بعد ما تواجدنا في الزيارة الأولى وما شاهدناه في هذه المدينة التي نزورها كنا في المرة الأولى، يعني وجدنا بأنها قادرة على استضافة العديد من الأحداث الخاصة بالإعلام الرياضي والصحافة الرياضية. بعد نهاية هذه الزيارة تم تقديم دعوة للمسؤولي الإعلام الرياضي والصحفي في تركمانستان لزيارة مقر الاتحاد الآسيوي في مملكة البحرين، من أجل أن يتم مناقشة بعض الأمور اللي يعني ممكن أن احنا نعمل على التعاون وإقامتها في مدينة عشقبان. وبعد هذه الزيارة إلى مملكة البحرين زارنا وفد تقريبا مكون من 4 مسؤولين من تركمانستان. وصلنا في نهاية الأمر لإقامة ندوة إعلامية آسيوية يقيمها الاتحاد الآسيوي بشكل كبير لأول مرة في مدينة عشقبال. الأمر الآخر بأنهم طلبوا منا أيضا أن يتم إقامة احتفالية يوم الصحافة الرياضية الآسيوية الأول في مدينة عشقبال، على الرغم من أن احنا يعني كان هناك اتفاق أن يقام الحدث في مدينة أخرى، ولكن إصرار المسؤولين في عشقبال جعلنا أن احنا نتفق مع البلد المستضيف الآخر إلى أن يتم تأجيل الاستضافة إلى سنة أخرى، ومن ثم إقامة هذا الحدث مع الندوة الآسيوية في عشقبال، وتكون هي فرصة أيضا حقيقية لنا لمعرفة كل الإمكانيات التي تمتلكها هذه المدينة، وأيضا تأكيد دورنا كاتحاد آسيوي للصحافة الرياضية لدعم المدينة التي تستضيف حدث كبير في العام 2017 المتمثل في دورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات. ولله الحمد يعني جرت الأمور بشكل سريع، كان المفترض أن يقام يوم الصحافة في شهر ديسمبر من كل عام، ولكن لأن العملية مرتبطة بأحداث أيضا خاصة في تركمانستان تم تقديم الحدث إلى شهر سبتمبر. والجميع شاهد الحضور الكبير اللي حرص على التواجد في هذا الحدث من خلال تواجد يعني بداية من خلال رعاية رئيس الدولة التركمانستانية لهذا الحدث، بالإضافة إلى حضور رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس الاتحاد الأوروبي للصحافة الرياضية وعدد كبير فوق المئة صحفي رياضي على مستوى القارة الآسيوية. منح الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية رئيس تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف وسام أسبو كأول رئيس دولة ينال أعلى وسام تمنحه المؤسسة الآسيوية لرؤساء الدول الذين تكون إسهاماتهم واضحة في دعم الرياضة والإعلام الرياضي. وقام رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية محمد قاسم بتقليد الرئيس التركمانستاني الوسام بحضور نواب رئيس الدولة والوزراء، وذلك خلال المراسم التي أقيمت في مبنى حكومة تركمانستان بمدينة عشقباد. وألقى محمد قاسم كلمة أشاد خلالها بالدعم اللامحدود الذي يحظى به الإعلام الرياضي من قبل فخامة رئيس دولة تركمانستان، مؤكدا على أن ذلك من شأنه أن يلعب من الأدوار ما يستحق أن يتم الثناء والإشادة به، خاصة وأن تركمانستان مقبلة على استضافة تاريخية لدورة الألعاب الآسيوية الخامسة داخل الصالات العام المقبل. وتطرق رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية إلى التفاصيل
الطفرة الشاملة التي تشهدها تركمانستان على جميع المستويات، وما تتمتع به من بنية تحتية ستظل أحد الركائز الأساسية لاستضافتها المزيد من التظاهرات والأحداث القارية والدولية. وأبدى رئيس تركمانستان اعتزازه بوسام أسبو لكونه أول رئيس دولة ينال نفس المستوى من الأوسمة، وأكد أن تركمانستان أبوابها دائما مفتوحة للإعلام الرياضي الآسيوي والدولي وعلى جميع المستويات. ووجه الرئيس التركمانستاني حكومة بلاده بمد جسور التعاون مع الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية وتذليل لكافة العقبات من أجل إنجاح التجمع الآسيوي الرياضي القادم، والتأكيد على الجاهزية الكاملة لاستضافة كل الأحداث والتظاهرات. النجاح اللي ظهر فيه استضافة يوم ظهرت فيه مدينة عشق غبار لاستضافة يوم الصحافة الرياضية الآسيوية وإقامة الندوة الآسيوية، يعني يجعلنا اليوم أن احنا أيضا نواصل العمل مع مدينة عشق غبار مع المسؤولين هناك ل يعني إقامة ما هو ممكن أن يدعم الاستضافة الآسيوية المقبلة، وخاصة أنها المرة الأولى التي تستضيف هذه المدينة دورة بهذا الحجم. سيكون هناك أكثر من 62 دولة تشارك في هذا الحدث. يعني الأمر الآخر أيضا بعد ختام هذه الزيارة يعني وتشرفنا بالسلام على رئيس الدولة التركمانستانية وتقديم له وتغليدة لوسام أسبو من الدرجة الأولى كأول رئيس دولة في قارة آسيا استلم هذا الوسام من الاتحاد الآسيوي، كان التوجيه مباشر من قبل الرئيس إلى حكومة تركمانستان من أجل أن يتم التعاون مع الاتحاد الآسيوي لإدارة العملية الإعلامية الخاصة بدورة الألعاب الآسيوية. وسيكون هناك تقريبا في شهر أكتوبر المقبل اجتماع مع الحكومة التركمانستانية من أجل تقديم الخطة ويعني الأمور الخاصة بكيفية الوصول إلى تقديم عمل محترف يسهل من العملية الإعلامية الخاصة، وخاصة أن هناك عدد كبير سيزور المدينة في 2017 لحضور وتغطية منافسات وفعاليات دورة الألعاب الآسيوية. بشكل عام الزيارة والعمل اللي قمنا فيه في تركمانستان نحن نفتخر به من خلال شهادة الجميع بالنجاح الذي تحقق عليه، ويدفعنا لتقديم شيء أفضل وأكبر في الفترة المقبلة. ويمكن اليوم يعني الاختبار الحقيقي ممكن نقول لقدرات العاملين معنا في الاتحاد هو كيفية إدارة الإعلام في دورة الألعاب الآسيوية. هو أول يمكن تعاون بهذا الشكل الكبير لهذه الدورة التي يعني تحصل على زخم إعلامي كبير في كل دول المنطقة. سيكون لنا يعني اختبار حقيقي لتقديم كل ما نمتلكه من خبرات وإمكانيات لإظهار الصورة الإيجابية للعملية الإعلامية وإدارة العملية الإعلامية في هذه الدورة. وفي حال يعني نجحنا في هذه العملية ستكون هي يعني بوابة الانطلاقة للدول الآسيوية التي ستستضيف الدورات الآسيوية المقبلة من أجل أن يكون هناك تعاون أكبر معنا في الاتحاد الآسيوي. لا ننسى بأن احنا اليوم جالسين نعمل على وضع القاعدة الأساسية للاتحاد الآسيوي من أجل أن ينطلق عليها في السنوات المقبلة، سواء احنا وصلنا في عملنا مع الاتحاد أو سواء جاء من بعدنا يكون هناك قاعدة ثابتة في يعني يتمكن كل من يأتي لغيرة الاتحاد أن يواصل عليها بشكل ثابت وفق برنامج متكامل. يمكن احنا في الغارة الآسيوية كان الإعلام الرياضي الآسيوي منسي نوعا ما، منسي يعني أقصد من خلال بأن لم يكن هناك تقدير يمنح لرواد الإعلام الرياضي
الرجال والإعلاميات أيضا اللي قدموا الكثير للإعلام الرياضي وللرياضة الآسيوية. الفكرة انطلقت من الرئيس السابق خلال كونغرس الاتحاد الدولي وخلال اجتماع الاتحاد القاري في كونغرس الاتحاد الدولي في باريس في العام 2014. أطلقها الأخ الغنائي من خلال في 2015 عفوا، أطلقها من خلال مبادرة منه كرئيس الاتحاد الآسيوي، ولكن مع الأسف خلال سنتين لم يكن هناك يعني تجاوب من قبل الدول الأعضاء لاستضافة هذا الحدث، كون هذا الحدث يعني تعرف موازنته جدا كبيرة وله شروط معينة للمدينة التي تستضيفها. بعد ما تولينا المهمة بعد الأستاذ العزيز فيصل الغناعي، كانت مهمة يعني مهم عندنا أن احنا هذا الحدث يرى النور، ووضعناه في برنامج عمل الاتحاد للعام 2016، وبالأمس انتهينا منه وظهر بالصورة الإيجابية اللي يعني كل إعلامي حصل على تكريم في هذا الحدث يفتخر بأنه أصبح اليوم أحد رواد الإعلام الرياضي الآسيوي، وهو وهذا الوسام يعد هو ثاني أعلى وسام. هناك يعني ثلاث أوسمة يقدمها الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية تم يعني استحداث مسمياتها في حقيقة الأمر، والوسام الأول هو وسام إسبو. إسبو بمعنى اختصار لاسم الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، يقدم فقط لرؤساء الدول وكبار الشخصيات الداعمة للعمل الرياضي والإعلامي في بلدانها وللدول الآسيوية. وسام التقدير والعطاء هو وسام الذي يمنح للصحفيين لرواد الصحافة الرياضية الآسيوية، واللي تم تقديمه إلى ما يقارب 32 إعلامي في يوم الصحافة الرياضية الآسيوية الأول. وهناك أيضا وسام الوسام الثالث هو الذي يقدم للجهات الداعمة لأنشطة وفعاليات الاتحاد الآسيوي، ويعني هذا يمكن الوسام الثالث لم يتم تقديمه إلى الآن، لأن للتو بدأنا في عملية الاتفاقات مع الجهات الداعمة والرعايات، ولا يقدم لأي جهة أو لأي شركة قدمت أي دعم للاتحاد، لا، لكن هناك معايير معينة يستحق المكرم أو الشركة أو الجهة المعينة أن تستلم هذا الوسام. أيضا في وسام العطاء والتقدير كانت هناك أسماء مرشحة لم يتم من خلال لجنة الجوائز بالاتحاد الآسيوي التي يرأسها الماليزي أحمد كواري وهو نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، هناك أسماء تم استبعادها ولكن لم يتم الإعلان عنها، لأن التكريم مش فقط اسم يرشح ومن ثم يستلم وسام على مستوى وسام الاتحاد الآسيوي، هناك معايير معينة، ماذا قدم هذا الإعلامي، تاريخه الصحفي، مساهماته، إنجازاته، قبول الشارع الرياضي في بلده لهذا الإعلامي. يعني أنت اليوم ما تقدر تساوي شخص حقق الكثير من المنجزات والكثير من المساهمات في عمله الصحفي مع شخص آخر قدم التساوي للعمل الإعلامي وفقط تم ترشيحه من أجل استلام وسام، لن يكون هناك أيضا احترام لوسام الاتحاد في حال تساوي العملية في توزيع الأوسمة الخاصة بالاتحاد الآسيوي. لذلك نحن يعني يمكن يعني حريصين على عملية الاختيار. يمكن شاهدت الأسماء اللي كرمت في عشقباد، أسماء تاريخها يشهد لها وعملها يشهد لها في على مدار سنين طويلة قدموا في عملهم الإعلامي الرياضي الآسيوي. وسام التقدير الآسيوي بالنسبة لي يعني هو أعلى وسام ممكن أنا أحصل عليه على مستوى القارة الآسيوية. طبعا كأول إعلامي بحريني يتحصل على هالوسام أكيد يمثل لي شرف،
ويزيدني شرف ان اهدي هذه الوسام لملك الرياضيين جلالة الملك الله يحفظه. وطبعا اشكر مقام جلالة الملك على يعني تهنئته لي بهالوسام، ويعني فخره واعتزاز ان اول بحريني يحظى على هذا الوسام. ايضا يعني ارفع التهنئه لمقام سمو رئيس الوزراء اكبر الداعمين للصحفيين والكتاب الوطنيين، ايضا سمو ولي العهد صاحب الرؤيه الملهمه يعني ابو عيسى، ولا انسى طبعا دعم سمو الشيخ ناصر وتهنئته رئيس اللجنه الاولمبيه. يعني اعتقد خلال يمكن مسيرتي الرياضيه يمكن يكون هذه اعلى تكريم انا احظى فيه، اللي يخليني افتخر فيه ان اسم مملكه البحرين موجود في هذه التكريم. يزيدني شرف ان اسم ديرتي يرتفع. يمكن الناس تعرف شو اللي قدمه فيصل الشيخ خلال مسيرته كاعلامي، شنو قدم البحرين. انا اولا واخيرا هدفي في النهايه انظر في بلادي مملكتي، ارفع اسم وعلم هالمملكه في اكبر المحافل. هذه يمثل لي ممكن اقصى طموح ممكن الواحد يوصل له، شرف ما بعده شرف. طبعا يعني انا كل شكري وتقديري لجمعيه الصحفيين البحرينيه الاستاذ مؤنس المردي ولجنه الاعلام الرياضي يعني الاخ محمد قاسم يعني بدا ويانا اصلا في يعني في الايام ايضا على هاي الترشيح، وانه يعني انه ما نسوني. يعني انا اتذكر ان اول ما خبروني عن الترشيح الاسيوي كنت جدا حريص ان انا اطلب المعايير اللي بناء عليها الاتحاد الاسيوي طلب الترشيح. كنت اقول انا شخص لا اقبل ناخذ زمني وزمن غيري، فبالتالي اذا هي الجائزه معنيه باللي ما زالوا يشتغلون في الوسط الرياضي، فانا افضل ان هي تمنح لصحفيين شباب. بالفعل هذين هم اللي يحملون الرايه من بعدنا. لكن طبعا لما طلعت على المعايير كان مكتوبها بالنص الواضح انه لمن قدم في مجال الاعلام الرياضي وحقق طفرات نوعيه وتغييرات. واعتقد اللي صار في الايام الرياضي في الوقت اللي انا كنت فيه رئيس القسم، ما اعتقد ان اي شخص رياضي منصف ممكن ان ينكر. الحمد لله كان بتوفيق من الله وبتعاون جميع الزملاء اللي كانوا موجودين وياي. طبعا اذا احنا بنتكلم عن التكريم، يمكن العديد من الزملاء اللي كانوا قبلي الاكبر سنا وحتى الشباب الصغار تم تكريمهم في باوسمه خليجيه وعربيه، ومبارك لهم جميعا. يعني كل واحد في البحرين بذل جهده مقدر يعني ونفرح له. اعتقد اليوم يمكن الناس تقول فيصل الشيخ يمكن سنه صغير، واحنا مشكلتنا في المجتمعات العربيه دائما نربط السن بعمليه الخبره، وهذا شيء طبيعي وبالفعل. لكن اتذكر كلمه قالها سمو الشيخ ناصر الله يحفظه في مدينه الشباب، قال الافضليه ليست بالاقدميه. بما معناه اللي كان يقصده سمو الشيخ ناصر، احيانا ممكن الاشخاص اللي تكون اعمارهم صغيره لكن تكون في هناك انجازات. العمليه ليست فقط بالعمر، الاحترام حق اصحاب التاريخ الطويل والعمر وذي، لكن اليوم الشباب المبدعين اذا احنا وفرنا لهم الدعم، وفرنا لهم التوجيه الصحيح، ساعدناهم، ما اعتبرناهم انهم جايين ياخذون مكاننا، هني بتشوف الشباب شلون يبدعون ويطلعون. اليوم على الساحه الرياضيه في شباب رياضيين جدا مبدعين في الصحافه الرياضيه، اتمنى لهم كل الخير. بعضهم اشتغلوا معانا، بعضهم يعني تعلموا منا واحنا تعلمنا من غيرنا. اتمنى ان المستقبل يكون جدا جميل لهم. طبعا جمعيه الصحفيين الرياضيين اتمنى ان يعني يكون لها مزيد ايضا من الدعم من الدوله على جهودها اللي تقوم فيها. اليوم ايضا الاتحاد الاسيوي الصحافه الرياضيه، الاتحاد الاسيوي اليوم يجب ان لا ننسى ان رئيس الاتحاد الاسيوي بحريني ومن الصحفيين البحرينيين الشباب. فأنا في اعتقادي بأن تركمانستان اليوم سلكت طريق الرياضة من أجل تقديم البلد بصورة إيجابية للعالم. الإمكانيات التي تمتلكها الدولة اليوم من خلال التركيز على المنشآت الرياضية وعلى الاستضافات الدولية
تؤكد لنا جميعا بأن هذه الدولة سيكون لها صوت كبير في الفترة المقبلة. المنشأة الخاصة بالغارية الأولمبية اللي شاهدناها في أشقباد لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات، هذه المنشأة ليست لدورة الألعاب داخل الصالات. هذه الإمكانيات الموجودة في الغارية بإمكان الدولة أن تستثمرها في استضافة دورات الألعاب الآسيوية الكبيرة. استاد رياضي، استادين رياضيين بحجم عالمي، منشآت مميزة على درجة أولى، يعني مش أي منشآت رياضية من أجل إقامة أي حدث. هذا الأمر يدفعنا بأن تركمانستان لا تخطط فقط لدورة الألعاب الآسيوية، بل هي مقدم لاستضافات دولية وعالمية أخرى. أنا أعتقد بعد لن يكون هناك حصر فقط للدورة الألعاب أو الدورات الآسيوية، ممكن يستضيفون دورات عالمية على مستوى عالمي، لأن كل المنشآت المطلوبة وفق المعايير الدولية، فلن يمنع الدولة من استضافة أكبر عدد ممكن من الدورات والبطولات. الرئيس التركمانستاني، الدعم اللي يقدمه للرياضة يؤكد لك بأن يعني أهمية الرياضة اليوم في الترويج للبلد باسم البلد، لأن من غير الطبيعي أن يتم بناء وإنشاء كل هذه المنشآت من أجل حدث واحد وانتهى الأمر. هو الآن يعني من خلال خبرته أيضا، هو في السابق كان عضو في المجلس الأولمبي الآسيوي، واليوم يترأس دولة غنية لها يعني من إسهاماتها شيء الكثير. ليش إحنا اليوم نصل للرئيس التركماني ونقدم له وسام أسبوع؟ لأن ما شاهدناه بأنفسنا لم يتناقله الآخرين، بل إحنا تواجدنا في بلده وشاهدنا إسهاماته في تطوير العملية الرياضية والمنشآت الرياضية، وأيضا دعمه للرياضي التركمانستاني. حضرنا خلال تواجدنا هناك يوم الرياضة التركمانستانية، وشاهدنا بأن هناك 15 لاعب تركمانستاني، لاعب ولاعبة تركمانستانيين، حققوا ميداليات في دورة دولية أقيمت في قرغستان، وقدم لكل لاعب سيارة ومبلغ من المال. هذا الأمر يؤكد لك بأن الرئيس اليوم يرغب في صناعة الرياضة في بلده بشكل مقاير، ويرغب في أن يكون هناك إنجازات لبلده من خلال الرياضة، وأن يروج لبلده من خلال الاستضافات الدولية والآسيوية التي يقوم باستضافتها. يعني اليوم تخيل أن تركمانستان في كل شهر تستضيف دورة دولية، من أجل ماذا؟ من أجل أن يتم يعني استخدام القرية الأولمبية وتجربتها إذا كان فيها قصور أو إذا كان فيها أي مشاكل، من أجل تفاديها لدورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات. هذا الأمر يؤكد لك الاحترافية اللي اليوم تقوم بها الدولة من أجل الوصول لشهر سبتمبر 2017 لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية، من دون أن لا يكون هناك أي نواقص أو أي مشاكل تعترض الفرق التي ستتواجد. وكملها الرئيس بتعاون مع اتحاد آسيوي للصحافة من أجل أن يتم توفير كل متطلبات الصحفيين الرياضيين وتفاديها، في تفادي أي سلبيات أو أي نواقص في دورة الألعاب الآسيوية. أنا باعتقادي دورة الألعاب الآسيوية ستكون مقايرة عن الدورات الأربع الماضية، وستكون انطلاقة للدولة التركمانستانية من أجل استضافة أحداث أكبر وأكبر في المستقبل القريب.